احنا اليوم يلا لمولتي الحاجة مميزة دجاج بالبرتقال من عند الحاجة لطيفة تبيلي. صباح الخير الحاجة. صباح النور لله. اش اخبارك؟ بخير وعلى خير. كي دايرين الناس ديال مراكش؟ كلهم بخير وعلى خير. الله يطول عمرك ابنتي. بارك الله فيك. كلشي كيسلم عليك، كلشي كيسلم عليك. لا حفيظة، لا بشرى بن عقا، كذلك لا حليمة، تحياتنا. الله يحفظكم ليك. الله يحفظكم ابنتي جميعا. الله يحفظكم. اذا اليوم غتعطينا طبق مميز كالعادة الحاجة، الدجاج بالبرتقال. هي لازم عمرو طيب هذا الشيء هو المعتبرة، يخدم على المقادير. شنو غنحتاجو في الحاجة؟ واخا قبل ما نعطيك المقادير الله يخليك، واحد التحيه حاره الله يجازيك بخير لكل افراد جمعيه متقاعدي التعليم بجهه مراكش الاسفي. الله يحفظك بنتي، وشكرا خاص لهم على كل ما يقومون به من اجل اسعاد المتقاعد والترفيع عنه. راه داك المجهود اللي كيديروا جبار الله يجازيهم بخير. وحنا كنا تعرفنا على هذا الحدث الهام اللي كتنظموا كل سنه تقريبا، كان ديك السنه هضرنا فيه عليه الحاجه. ياك بالضبط. يا لله. يا سنوي، موعد سنوي. موعد سنوي احنا عندنا هذا العام عندنا 25 مارس. اياه تبارك الله. غنحدد مقبل ان شاء الله باذن الله. وكالعاده وقيله غادي يعرف كذلك نفس الانشطه اللي كتقوم بها. اييه انشطه متنوعه، واللي اللي زعما الجميل فيه هو الماراثون ديال المشي ديال النساء والرجال ديال المتقاعدين. نعم. عرفتي واحد المنظر هائل وندوات وتيجيونا الناس الجمعيه من الرباط وشخصيات زعما كاين اللي كيانيميو زعما ذاك المهرجان تيكون ذاك الشيء هائل. نعم تبارك الله عليكم موفقين. اذا ان شاء الله غيكون يوم الاحد ياك. نعم احد 25 مارس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق لكم الحاجه لطيفه. الله يحفظك. شنو معك لشهيوتنا اللي كيف هي المقادير؟ هي المقادير واحد الطير ديال الدجاج. واخا. كاس كبير ديال العصير ديال حنا كنقولوا التشين، ما عرفتش واش البرتقال نقولها باللغه العربيه التشين ولا البرتقال. ولا البرتقال هي. اييه. شويه الملح. شويه الملح. وشويه ديال السكينجبير طري محكوك، غير شوي راه هو تيكون حار. واخا. غير شوي بحال نقولوا الجد، معلقه صغيره. صافي، معلقه صغيره ديال السكينجبير طري. طري، وإلا سبحان الله ما توفر لكش هذا السكينجبير طري، غادي تعوضي بنص معلقه ديال الابزار الابيض. نص معلقه. نصها، ماشي عامره. صافي، اها. نصها. غير نص فيها. واخا. أيه. شويه ديال الزعفران الحر. يهزك صباعك هكا جوج صباع هزك شي اللي يهزك. اييه. زعفران حر. معلقة كبيرة ديال الزبدة. معلقة كبيرة ديال الزبدة. جوج عواد ديال القرفة. جوج عواد ديال القرفة. جوج معالق كبار. يا إما سكر ويا إما عسل. جوج معالق كبار. هو بالعسل تيجي أفضل. إذا كان العسل كان حسن. واخا. اييه. إذا جوج معالق كبار ديال العسل أو السكر. ومعلقة كبيرة ما زهر. ومعلقه صافي. هذا الشيء اللي كاين في المقادير بسيطه. صافي مزيان. والطبق هائل، دابا يجربوه المستمعين ويشوف ان شاء الله باذن الله. اكيد كل شيء اللي من يديك الحاجه لطيفه كيجي معتبر تبارك الله. الله يحفظك. الله يحفظك بنتي. نعاودوا المقادير ولا نمشيو للطريقه؟ نمشيو للطريقه عاد في الاخر نعاودوا المقادير معاهم. واخا. اذا غادي تغسلي هذيك الدجاجه مزيان. اييه. وغادي تقطعيها على اربعه. واخا. كل شيء تيعرف يغسل تبارك الله، الخل والملحه وداك الشيء كل شيء تيعرف يغسل الدجاج. اييه. وغادي تقطعيها على اربعه. وغادي تضعيها في الطنجرة مع الزبدة. إييه. وشوية الماء، غير شوية، وغادي تحاولي تشحريها مع التحرك. تشحري داك الدجاج حتى تيبدل شوية اللون. إييه. من بعد غادي تزيدي عليها داك العصير ديال البرتقال كله، داك الكاس كله كبيه. داك الكاس الكبير ديالنا صافي. إييه، كبيه ليه على في الطنجرة. وزيدي عليه التوابل. إييه. وخلي داك الشيء يطيب. واخا. وفي الأخير منين تشوفي ديري بالمغرفق ولا بالقطيف القلبي بان الدجاج طاب، ديك الساعات عاد تزيدي السكر ولا العسل. اييه اها. اييه وتخليه هذاك الشيء كلشي تيتعسل، ولكن الطنجره تكون بلا غطا، تحيدي الغطا ما باقيش يرجع الغطا. صافي باش بحال يشرب لينا وتعسل مزيان. يشرب وتيتعسل. اييه. تيولي اللون ديالو ذهبي رائع. اييه ممتاز. وانت تحطي راه ما كاينش الماء، طيب غير بداك العصير ديال الليمون او البرتقال. ممتاز. وخارج النار ملي تطفي عليه وتفضي وتسالي عاد ديك الساعة سقيه بديك المعلقة ديال المزهر. نعم. باش يبقى فيه ديك النكهة وديك الريحة ديال المزهر، ما تذوبش بالعافية. مزيان. حتى تطفي النار عاد ديك الساعة زيدي مزهر. ممتاز. وفي التقديم ديك الساعة غادي تضعي هذاك الدجاج في الصحن
وغادي تسقي بهذاك المرق اللي عندك اللي خاطر واقف مزيان معسل. اها ديك الساعه ممكن ديك الساعه عندك تزيني يا اما على حسب اللي عندك في الدار، يا اما تزيني بالمشمش معسل مع القرقاع او لا البرقوق معسل مع اللوز او لا البيض والسلوق او لا بيكيه. دابا ولات هذه الطريقه زوينه، بيكيه بداك بيض السمان مع ليكيردون ليكوردون، ديري كل كوردون ديري فيه بيضه ديال السمان وبيكي كله في الوجه هكا وتيجي طبق هائل. تبارك الله عليك، معتبر هذا الطبق. هذا نعاودوا المقادير للحاجه لطيفه الا سمحتي. اياه لا نحتاجوا واحد طير ديال الدجاج، كاس كبير ديال البرتقال، شويه ديال الملحه، عصير البرتقال، العصير ديال البرتقال، شويه ديال السكينجبيري كونتري او لا الملح، هذاك كاين الملح، الملحه ضروريه، شويه تاع الملح المليحه، ونص معلقه الا كان سكينجبير طري من الاحسن ندير واحد شويه تا هو كيف ما قلتي نص معلقه تقريبا او لا نص معلقه ديال الابزار الابيض. يعني هذاك ولا هذاك ماشي بجوج، بمعنى نختاروا فيهم. وشويه ديال الزعفران حر، معلقه كبيره ديال الزبده، جوج عواد ديال القرفه، جوج معالق كبار ديال العسل كان احسن او لا السكر الا ما كانش العسل، ومعلقه كبيره ديال ما زهر. اي صافي هادو المقادير. صافي تبارك الله عليك، مقادير سهله سهله والطبق رائع. والطبق رائع تبارك الله عليك. مازال غادي تزيدينا شي شهيوه اخرى ياك الحاجه؟ واخا واخا انا فقدت واحد الشهيوه تقليديه اللي زعما ما بقات كدار بزاف. هاد الحليمه على رفيسه، الرفيسه العمياء. حنا تنقولوا في مراكش تنقولوا الترداب القديد. الترداب القديد هي هذيك هي سميتها عندنا. اييه في مراكش الترداب القديد، وهما في الوسط المناطق الوسطى تيقولوا الرفيسه العمياء. هادشي اللي كاين بصح. اييه اييه. غوسيكلاج غوسيكلاج ديال الخبز، ذاك الخبز اللي كيبقى لك. اييه. يمكن كنتي تبطالي به هكا، وحنا حنا الا عقلتي على الفراره حنا في مراكش كان هذاك النوبه تيديروه هو في الفطور الثاني. والله الا هذا ضروري عندنا حنا في الفطور الثاني. اييه اييه تايدي تيجمع الخبز هكا. اييه تيديروا ذاك الخبز اللي بايت ديال البارح كيديروا به الغد هاد الرفيسه العمياء تيقولوا لها الترداء، وتتكون في الفطور الثاني ماشي هي الاولى جوي ديك العشره ولا ال 11 صافي كيعاود ذاك الفطريه. باقا الحاجه لطيفه، هاد العدد ديالنا د مراكش باقيين ولا باقي؟ اختي في المدينه باقي باقي والله الى الاطباق التقليديه يدخلوا للسور وتبارك الله. انا تنسول انا دائما مع اللقاء نفتح تنبحث دائما والله الى باقي الاطباق التقليديه باقي داخل السور، باقي الناس مسدين تبارك الله. كاع الاطباق التقليديه ماشي غير هذه، كاع هذاك وديك اسمها هذيك فتات الشطبه، ياك فتات الشطبه كيعرفوها كاع الناس، باقي تيديروها الناس في المدينه. مزيان معتبر هادشي، باقي رغيف. نعم مزيان هادشي بقاو محافظين عليه، لان ايوا ديال البلاد بصح الحاجه. اذا نتعرفوا معك على مقادير اللي بغى يوجد، اللي كان فطر وبغى يعاود الفطور يدير. ايوه شي نهار الحد شي شهيوه ما فيها باس، لما هي غنيه بالقطنيات في البرد، زوينه غنيه بالقطنيات. انا نعطيك المقادير. ايوه واخا الحاجه. اذا زلافه ديال العدس، زلافه ديال العدس، زلافه ديال الفول، اذا كان قيتو تديري الفول خضر، اذا كان ماشي قيتو كديري الفول يابس، يعني اللي توفر لك يا الخضر يا اليابس. صافي. هي نص كاس ديال الحلبه صغير، نص كاس ديال الحلبه صغير، كيلو ديال البصله الحمراء ماشي البيضاء، كيلو ديال البصله الحمراء واخا مقطعه شلالف يعني هلاليات. اييه. نص كيلو ديال المطيشه محكوكه، نص كيلو ديال المطيشه محكوكه، وشويه ديال القديد، شويه ديال القديد الى كاع سبحان الله ما توفرش غادي ندير شي شويه الشحمه ديال الكلوه. اييه واخا. او لا ممكن انا واحد ما درتها قضيت واحد شويه الخليع، قضيت جديد من الخليع. اييه بما ان عندهم الاختيار سوا يديروا عندنا الاختيار، يا اما كي قلتي تقدي الى عندك الكلوه. اييه اييه وشحمات الكلوه شي شويه منها ولا شويه الخليع، ولا شويه الخليع ممتاز. اييه كاس ديال العنبه ديال الزيت مخلط يعني البلديه والروميه واخا، وواحد المعلقه ديال السمن هذيك غادي نخليوها حتى الاخر. صافي السمن الحار هي معلقه صغيره. صغيرة. صافي. معلقة كبيرة ديال الفلفلة مطحونة. معلقة كبيرة فلفلة مطحونة. معلقة صغيرة عامرة البزار. معلقة صغيرة عامرة ديال البزار. عامرة دي. الخرقوم البلدي. هي الخرقوم البلدي. الملح. الملح. معلقة صغيرة عامرة سكينجبير. معلقة عامرة صغيرة سكينجبير. الفلفلة حارة ضروري جوج ديال المزود أو ثلاثة ضروريين. إيه. في الحارة حمراء ولا خضراء ديك توفرات، المهم جوج أو ثلاثة. واخا. والخبز كنقطعو أطراف صغار، الخبز اللي عندنا تيتقطع أطراف صغار. صافي.
والربيع تيكون مربط ماشي مقطع كثير كثير هو مربط صافي يعني القزبور ما عندناش مربطين وضروري القدره والكسكاس غادي نقول لك اش غادي نديروا بالقدره والكسكاس صافي واخا صافي الطريقه اذا في القدره غادي توضعي الجديد بعد ما تكوني بعيد بطبيعه الحال تكوني رقدتي على الاقل واحد الساعه باش تينقص داك الملح وتيرطب صافي اها غادي توضعيه كي قلتي في الطنجره بعد ما يكون رطبتيه مع الزيت وشويه الماء وخليه يتشحر غير واحد شويه شويه قلبيه من هاد الجهه ومن هاد الجهه شويه شويه شي جوج دقائق هكاك صافي yeah. مع البصله هو الضروري هو الدور ديال ديك التشحيره غير في البصله ما هو راه صافي مرطب ناضي صبي مسالي yeah. ديك البصله كتهبط شويه صافي من بعد غادي تزيدي الماء غليان ماشي بارد الماء غليان والتوابل واخا اللي عندنا ذكرنا قبل وغادي تخلي القديد يطيب صافي ولما يقرب القديد يطيب شي شويه تبدا تدخل فيه الماء ديك الساعات غادي تزيدي ديك البصله كلها اللي عندك اللي بقات والعدس والفول والحلبة وخليهم يطيبوا على خاطرهم ممتاز اها ياك وفي الاخر ديك الساعات غادي تزيدي من تطيب داكشي غادي تزيدي عليهم مطيشه محكوكه والفلفله حاره والربيع مربط وديك المعلقة الصغيرة السمن وخلي ديك الساعة كلشي يطيب حتى الأخير طيب مطيشة وطيب الفلفلة ممتاز إيه عاد جا الدور ديال الكسكاس اللي طلبت منك في الأول هذاك الكسكاس كان وضعي فيه الخبز المقطع اللي قطعناه طريقة صغار وكنردوه في القدرة أها علاش علاش باش لكن الخبز تيتشرب من داك داك البخار اللي طالع من القدرة وفي نفس الوقت تيتلدد وكيرطاب ما كيبقاش بحال قاصح اييه لا ما كيبقاش قاصح باش ملي غتسقيه يجي بحال نيت اييه وفي التقديم كتوضعي في القصريه بطبيعه الحال غادي تاخد اكله تقليديه خاصها القصريه غادي توضعي طبقة ديال الخبز هكا هي الاولى وتسقيها بالمرق غير هكاك بوحدو المرق عاد غادي توضعي طبقه اخرى ثاني في الخبز وتعاودي تسقيها بالمرق باش ما يبقالكش هذاك التحتاني ما شفنا لا تيحبوش البلول يعني جوج طبقات كتسقي بطبقه بطبقه وفي الوجه كديري ديال الخبز كتوضعي بالمغوفه الصفايه كتهزي ديك الساعه القطنيات والقديد وكتزوقي بديك الفلفله حاره في الوجه وبالصحه والراحه. وتبارك الله عليك الحجه لطيفه نعم. ما كنتيش بالرتتين شحر. اييه معتبر في هذه الوقيته هذه. ناخذوا نعاودوا المقادير للمستمعات الكريمات. يلا غادي يحتاجوا واحد زلافه ديال العدس، زلافه ديال الفول، نص كاس ديال الحلبه صغير، كيلو ديال البصله تكون حمراء. نص كيلو ديال المطيشه تكون محكوكه مقطعه شنانفات ابنتي مقطعه شنانفات ماشي مشوضه البصله تكون مقطعه شنينفات هي اللي كيف ما قلتي نص كيلو ديال المطيشه تكون محكوكه شويه ديال اللي غادي نحتاج ديال القديد كاس ديال العنبه يكون زيت فيه اولا اولا الشحمات الكلوه اولا الشحمات الكلوه كيف ما قلتي ولا حتى الخليع ممكن لا الخليع هي هذا ثلاثه ديال صافي ديال الاختيارات اذا وقلنا كاس ديال العنبه يكون زيت مخلط معلقه صغيره ديال السمن معلقه كبيره تكون مطحونه ديال الفلفله تكون مطحونه حمراء الفلفله حمراء مطحونه اييه ومعلقه صغيره ديال الابزار الخرقوم البلدي غنحتاجوا الملحه معلقه صغيره ديال سكينجبير والفلفله تكون حمراء مزاود جوج او ثلاثه ونحتاجوا ربع مقطع مربط عفوا اييه صافي إيه من المقادير ياك الحاج اي إيه والخبز والخبز المقطع طرف والخبيز المقطع طرف هذاك إيه. على ايش داير الفينا راه الغطاس ديال اللفه هذا هي معلوم هو اللي غادي نحتاجو كله هو تبارك الله والقدره والكسكاس انا قلت لك صافي تبارك الله عليك الحاجه معتبرين هاد الاطباق اللي عطيتينا وان شاء الله نتلاقاو بك في حلقات مقبله وكذلك نتصلوا بك من بعد وتعطينا شنو دار حول المهرجان اللي غادي يكون ان شاء الله يوم الاحد ديال الاساتذه المتقاعدين ياك الحاجه يا نعطيك انا سميتو الرئيس اون بيغسون ندوز لك الرئيس اون بيغسون يجي لك تدي معايا الموعد صافي نجدو الموعد معك الحاجه لطيفه الطبيلي من مراكش مشكوره على تواصلك معنا كل التوفيق للمهرجان الاساتذه المتقاعدين اللي غادي يكون يوم الاحد بعد قليل